السلام عليكم أينما كنتم، أهلا بكم في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأندونيسي في التصفيات المزدوجة. يسعدني أن أرحب بضيوف هذا اليوم، كل من الكابتن سعد حافظ المدرب الكروي المحلل الفني. مرحبا بك كابتن، أهلا وسهلا. مرحبا بك، تحياتي إليك كل مشاهدي كل ضيفك الكريم، حياكم الله. ومعي الكابتن مصطفى كريم المدرب الكروي اللاعب الدولي السابق، مرحبا بك كابتن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سعد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل جمهورك الكريم والكابتن القدير كابتن سعد حافظ. حياكم الله. مواجهة مهمة أمام أندونيسيا، والتصنيف يحتاج المنتخب بهذه الفترة، وتقديم مستوى في جاكرتا أيضا مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد كل هذه العوامل منتخبنا اليوم مطالب بيها بصراحة للاستقرار الفني والفترة المميزة اللي حصل عليها الجهاز الفني، الدخول في بطولات، الدخول في بطولة آسيا اللي هي أكبر معترك يعني على المستوى الآسيوي. لذلك مطالب منتخبنا بصراحة اليوم بالفوز والأداء، أؤكد على الفوز والأداء. دائما أنا أذكر أنه المنتخبات الوطنية دائما النتيجة تتقدم دائما على الأداء والمستوى، وهذا شيء يعني لابد منه. ولكن في مباراة اليوم أنا أتمنى أنه المنتخب العراقي ينجح بالأداء وينجح بالمستوى ويتفوق بالنتيجة على المنافس، على اعتبار أنه اليوم المباراة ربما الجانب الآخر الإندونيسي تهمه أكثر. نعم نحن متأهلين، ولكن المنافس يريد أن يحصل على هذه المباراة، يريد أن يلعب للتاريخ، يريد أن بأقل تقدير أن يثبت للعالم بأن الكرة الإندونيسية كما شاهدنا بأقل تقدير. بس لا نريد أن نجزم أنه المنتخبات الأولمبية هي نسخة للمنتخبات الأولى، ولكن بأقل تقدير أن يثبت هذا الفريق أنه الفريق اللي أراد أنه الوصول لأولمبياد باريس وكان قاب قوسين أن يصل بلاعبين تقريبا يمكن نصف التشكيلة هي حاضرة بالمنتخب الوطني. لذلك أعتقد أتمنى وأعتقد إن شاء الله اليوم الأداء يحضر والنتيجة تحضر. كابتن، قراءتك الفنية قبل مواجهة أندونيسيا في هذه المباراة خلينا نقول مهمة باعتبار تصنيف يهمنا وأن ضمننا التأهل. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك يعني مباراة بالنسبة للكادر التدريبي وللشارع الرياضي يعني من حيث التصنيف مهتمين جدا ان احنا يعني ناخذ نقاط المباراة بالاداء والنتيجة بحكم المعطيات ما قبل المباراة، بحكم ان احنا متصدرين ومتأهلين يعني من قبل مباراتين. ايضا كنت اتمنى اليوم انه بعض الوجوه يعني الجدد ان يكونون مشاركين وياخذون وقت اليوم يعني كافي من خلال التشكيل، بس بالتالي احنا نحترم وجهة نظر المدرب ونحترم رأيه ونحترم خياراته، لان نظرته ورؤيته تختلف علينا احنا كمحللين مدربين مشاهدين. اللي اتمناه انه نفس ما تفضل به كابتن سعد، اتمنى اليوم انه نظهر بأداء يستحق ان احنا نكون يعني نلعب نحن كبطل للمجموعة. منو من اللاعبين تحديدا متشوق أن تشوفه للمرة الأولى مع المنتخب؟ أنا كنت أتمنى حسب ما شفت الفيديوهات وحسب ما شفت أنه بعض اللقطات كنت أتمنى أنه الطائي يكون موجود اليوم. بحكم ما شفت يعني بعض اللقطات وبعض الفيديوهات اللي بصراحة يعني ما شفت مباراة كاملة، بس شفت بعض اللقطات اللي شفت أنه لاعب مهاري، لاعب إحنا مفتقديه، يعني ما عندنا اللمسة اللي نفس ما يمتلكها الطائي. لاعب الكرة برجلة سهلة، لاعب الكرة برجلة ممتعة، يعني ما عندنا مثلا بهذا المركز ما عدا زيدان، ما عندنا بهذا المركز بالمنتخب نفس ما شفته. بس بأرض الواقع مباراة 90 دقيقة أنا ما شاهدتها، حتى أكون يعني واضح وأكون دقيق، كنت أتمنى أنه أشوفه، كنت أتمنى أنه أشوف علي كاظم، لان احنا كنا متفقين ان جلال رقم واحد بالعراق. كنا متفقين انه 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 زيدان صح. اليوم انا يعني سعيد انه زيدان اشوفه من بدايه المباراه. اللي 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 يعني اللي ما اتمناه انه اليوم انه نبتعد عن الاصابات، نبتعد عن المشاكل. مثل ما نعرف الجو والرطوبه والامطار موجوده باندونيسيا، صار ثلاث ايام اربع ايام يمكن
دقيقة واحدة ما بطلت مطر حسب ما نشوفه. قبل الدخول بالتشكيل والحديث، كابتن مصطفى يقول شو تتمنى اشوف علي كاظم، اريد ابدي من مركز حراسة المرمى. هل يصح التغيير في هكذا مباريات خارج ملعبك، تصفيات مهمة في هذا المركز الحساس، مركز حراسة المرمى؟ لا، مركز حراسة المرمى أنا من أمس بصراحة سئلت هذا السؤال، قلت لا أنا يقين عندي وأجزم أنه جلال يكون موجود. المباراة ليست مباراة سهلة، مباراة خلي ننظر إلها فنيا، مباراة قوية، مباراة لن تكون سهلة على المنتخب العراقي. المنافس فريق قوي، لا سيما الأدفانتج الكبير عامل الأرض والجمهور والطقس، كل هذه العوامل أنا أعتقد تصب بخدمة الفريق المنافس. لذلك التجريب بهذه المباراة بها محاذير كبيرة ربما على الحراس اللي راح يشركهم، إذا كان علي وإذا كان حسين حارس الأولمبي، مع ثقتي الكبيرة بهم بصراحة. ولكن كرؤية أنه هذا التغيير بهذا المركز صعب جدا في هذه المباراة. أما تقول لي المباراة اللي بعدها، لا أنا أجزم لك من الآن أنه جلال ما راح يكون أساسي مباراة فيتنام اللي جلال، وكثيرين من التشكيل وكثيرين أنا أجزم لك ممكن المجموعة اللي، وأيضا تكلم مصطفى عن اللاعبين اللي يحبب أنه يشاهدهم أيضا، يعني كنا نحبب أنه نشاهد ماركو، نشاهد الطائي، هؤلاء اللاعبين، وأيضا عندما نشاهدهم وأعطائهم فرصة كبيرة وثقة كبيرة، يعني ثقتنا بالمدرب تكون أكثر عندما هو يستقطب لاعبين ويعطيهم الثقة. نقول بنفس الوقت بأنه رؤية المدرب جاءت متطابقة مع ثقتنا به، مع تفكيرنا وكل الثقة اللي وضعناها بها المدرب أنه يستقطب لاعبين لأول مرة ويكونوا بالموعد للثقة اللي أعطاها لهم. زين، هذه كلها خيارات وقراءات المدرب. أنا بس حتى أتأكد، أنا شفتك منزل تشكيلة على الفيسبوك، بس هاي التشكيلة بعد إعلان الاتحاد لو قبل إعلان الاتحاد؟ الآن نزلتها ساعة تقريبا 10 أو 10 إلا الرسمي. يعني قبل إعلانها الرسمي. توقعاتي. لا أنت صار تنافسنا بالإعلام. لا صار عليك عندك مصادر وتجيب التشكيلة كابتن. لا شوف، هو واجب المحلل وواجب الشخص اللي يظهر أمام الإعلام إنه يدور على المعلومة ويدور على السابق، لأن الناس يعني تريد المعلومة الحقيقية وتريد المعلومة الصحيحة حتى نكون منصفين ونقدم يعني صورة رائعة أو تحليل رائع أو كلام منصف بحق الجميع أو معلومة تكون حقيقية. فهذا واجبي وواجب، مثل نفس ما كنا نتكلم قبل البرنامج أنا وكابتن سعد، يعني بهواي أمور يعني استفاديت منها أنه لازم الشخص أنه يبحث ويدور ويتعب على نفسه حتى يكون دائما بمستوى يليق أنه يظهر أمام الشاشة أمام الإعلام. فهذا واجبي أنه أبحث عن المعلومة وأبحث عن المصدر. معلومة مو توقع. انتقلت شوية قلت لي توقع. شباب شلون مركز وياك؟ نفس الشيء استاذ علي، نفس الشيء. زين، نبدي كابتن مصطفى من خط الهجوم، أيمن حسين، بشار رسم. الكل يعرف احنا عندنا رايحين بمهاجمين اثنين يعني كلاسيكيين روس حربة اللي هو ميمي وأيمن. صح. ما عندنا يعني ثالث لهم. فالطبيعي انه وجهة نظر المدرب ورؤيته انه شايف انه أيمن بهاي المباراة في خدمة بداية المباراة اكثر من ميمي. هذا ما يمنع انه ميمي لاعب جيد ولاعب جاهز، والحمد لله انه الشغلة الإيجابية اللاعبين بالدوري دي يسجلون دي يتألقون مع فرقهم، يكون حاسمين بنتائج فرقهم بالفترة الأخيرة سواء مع القوة الجوية أو الشرطة. شيء طبيعي أن نشوف أيمن يعني عطفا على ماذا يقدمه بالدوري ومع المنتخب، هداف المنتخب، الثقة اللي أعطاها المدرب من خلال أول ما استلم كاساس لحد هاي اللحظة، أنه دائما نشوف أيمن 90-95% اللي هو رأس حربة أساسي بالمنتخب. إضافة لهذا أنه أيمن دي يجبرك أنه أنت تلعب أساسي، دي يقدم دي يؤدي، المهاجم مطلوب عنده أن يسجل. الناس كلها مختلفة والناس كلها تتكلم على 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 وضع بشار. يمكن بالتصريح الأخير قبل يومين أو ثلاثة أيام ظهر السيد المدرب بإحدى القنوات وصرح، قال بشار من أفضل اللاعبين اللي موجودين بالعراق، وأنا أتفق معه بهذه الناحية. بس أنت تعرف إحنا جمهورنا عاطفي، وجمهورنا يعني بالفترة الأخيرة ما كان راضي على أداء بشار
خلال المباراة الأخيرة، وأنا واحد من الناس، أنا يعني مؤمن ببشار أنه من أفضل اللاعبين، بس بالفترة الأخيرة صار عنده دروب وصار عنده تراجع، شيء طبيعي. اللي أتمنى اليوم أنه تكون عودة بشار من خلال هاي المباراة، مباراة ما عليها ضغوط، مباراة يعني صح صعبة، أنا أتفق مع كابتن سعد، صعبة جداً. ليش؟ المنتخب الأندونيسي من أفضل المنتخبات. هذه لقطات كابتن مصطفى، وصول منتخب أندونيسيا إلى ملعب المباراة، وهذه اللقطات من المصدر من جاكرتا كما تشاهدون في بث حي بالاستوديو التحليلي. تفضل كابتن. كنا متفقين من خلال ما شاهدناه المنتخب الأندونيسي بالفترة الأخيرة من تطور يعني واضح، المدرب الكوري أضاف لهم كثير للكرة الأندونيسية، المنتخب الأولمبي الأندونيسي قدم بطولة ولا أروع، بطولة آسيا تحت 23، خمس إلى ست لاعبين هم موجودين ضمن الفريق الأول للمنتخب الأندونيسي، أيضا المدرب نفسه هو بالمنتخب الأولمبي وبالمنتخب الأول. المنتخب الأندونيسي يعني محتاج المباراة بشكل مو طبيعي. شلون راح يدخل المباراة بما أنه هو أكثر احتياجا لنتيجة هذه المباراة؟ شوف، الطبيعي أنه بين أرضه وبين جمهوره والأجواء أنه حيهاجم وحيضغطنا وحتكون ردة فعله أكثر من عندنا بالناحية الهجومية، هذا الطبيعي وهذا المتوقع، لأن هم محتاجين المباراة، وبس ما قلت لك الأرض، الجمهور، الملعب، الجو، كل هذا حتساعدهم. أتمنى أنه من اللاعبين أنه بداية المباراة أنه يعني نلعب عكس رتمهم، يعني نلعب عكس ما يلعبون المنتخب الأندونيسي بداية المباراة. وهذه هي لقطات وصول منتخبنا الوطني إلى أرض الملعب ترقبا لانتظار المباراة وانطلاقها مع المنتخب الأندونيسي. كابتن مصطفى تحدث عن أهمية هذه المباراة واحتياجها من المنتخب الأندونيسي على اعتبار أنه الفارق النقطي يحتاج أندونيسيا أكثر. كابتن، التشكيلة اللي دخل بها كاساس لمنتخبنا الوطني توحي لك للوهلة الأولى أنه هناك استقرار فعلاً على مستوى التشكيل لمنتخبنا الوطني؟ فعلا توحي الاستقرار وتفند كلام الجميع، بس ما أقول الجميع، كلام معظم المحللين والمنظرين بأنه متى نصل للاستقرار ومتى نصل للاستقرار. يا أخي هذا أكبر دليل بأنه الاستقرار واضح، 9 لاعبين إلى 10 لاعبين الجمهور يتوقعهم، والمتابع والمشجع وأبسط الناس يتوقع أنه هؤلاء اللاعبين. لذلك التشكيلة ما بيها أي غرابة، يمكن غرابتها إذا أردنا أن نتكلم نقول أنه علي جاسم اليوم بديل، أنا شاهدها أمر طبيعي جدا، هكذا لاعبين بهكذا أعمار بأقل تقدير أنه بحاجة إلى في فترة من الفترات إعادة هيكلة هذا اللاعب أو إعادة وضع اللاعب النفسي أو البدني أو الخططي، وهذه مسؤولية المدرب. المدرب من يعرف الجهوزية ومن يعرف متى يشرك اللاعب أساسي وبديل. لذلك أشاهد أنه التشكيل اللي يدخل به هنالك استقرار كبير يعني ومتوقع، وأنا أجد خلي نبدي في خط الدفاع. في خط الدفاع في حراسة المرمى نبدي أولا، تفضل. جلال من اليسار، أحمد يحيى، وسطين الدفاع اللي هم أكثر استقرار مع إصابة زيد تحسين وعودته من إصابة، حسين علي اللي ظهر بالمؤتمر الصحفي، حسين علي اللي مميز جدا وشاهده، يعني هو الأميز، هو الأفضل في هذا المركز. وسطي الارتكاز هنالك استقرار يعني لفترات طويلة، يمكن 90% من المباريات اللي كساس يقودها أنه نشاهد هؤلاء المحاور اللي هم أمير وأسامة. الأطراف يعني ربما بايش لاعب مستقر في كل المباريات ولاعب لا يستغني عنه كساس، زيدان وعودة زيدان بهذا المركز خلف المهاجم، بشار على جهة اليسار. أنا من وجهة نظري وأقولها وأبقى أقولها، زيدان أفضل ما يميز زيدان أن يلعب محور ثاني، ارتكاز ثاني، أفضل ما يقدمه ويعطي زيدان من مهارة، من إبداع، من فن، عندما يكون محور ثاني، عندما يكون لاعب ارتكاز ثاني يقدم كل شيء، عندما يكون خلف رأس الحربة أنا أشاهده ربما أداء الفني يكون أقل بكثير لمواصفات هذا المركز. هذا المركز يحتاج إلى الركض بالمساحات،
زيدان غير قادر او ما عنده هذه خلينا نقول هذه التركيبه، شلون نقول بايش مثلا او يعني مقومات. وهذه الملاحظه انت ذكرتها في كل مباريات، في كل مباريات لم ينتبه كاساس وكادر المساعد لهذه الملاحظه. انا شاهدته يعني امام كوريا المباراه الوديه اللي قبل بطوله اسيا، شاهدته انه منوظفه محور ثاني، شاهد زيدان يقدم كل شيء، وهذا يعطيك مؤشر بانه عندما كان برديف يونايتد بالفرق اللي يلعب بيها بالفرق الهولنديه انا على يقين هو يلعب محور ثاني، لانه هذا المركز عندما يتواجد وخاصه في اوروبا يعطي الابداع ويعطي الاريحيه ويعطي نسميه الفيجن العالي للاعب. مواصفات زيدان انا من وجهه نظري ابقى اقولها على الاطراف فيها صعوبه من ناحيه انه يجب ان يقوم بالدفاع، ولكن كمحور ثاني انا اشاهد احسن. ايمن حسين اللاعب المستقر، اللاعب اللي في اوقات كثيره ربما يعمل لك الفارق. هنالك حتى على جزئيه علي جاسم نعود، هنالك تشابه بالمراكز، تشابه، وهنالك يعني يوسف الامين موجود وموجود ماركو فرج، لذلك المدرب يجبر في اوقات انه يشرك فلان او يجلس فلان لاعطاء عمليه التنافس او عمليه شنو الجزئيه كابتن مصطفى لي أنت مدرب ولديك عدد من اللاعبين متشابهين بالمهارة والأوصاف مثل ما ذكر كابتن سعد، يوسف، علي جاسم، بايش، بشار، فشنو الأفضلية هنا تكون لمن في اختيار اللاعب الأساسي؟ هو ماكو، شوف ماكو أفضلية، بس اليوم يشوف رؤيته ووجهة نظره وقناعته، هو أكيد انه عنده ستاف وعنده محللين وعنده مساعدين، فيكون الكلام من خلال يعني من خلال الوحدات التدريبيه، من خلال المباريات الاخيره للاعبين، ويشوفوا بعدها انه يقرر من الاجهز. يعني اليوم اذا تسالني اني اقول انه صح انه اليوم قاعد علي جاسم، لان علي جاسم مجهد، لكن بالفتره الاخيره شفنا قبل الاصابه لعب مباريات الاولمبي جميعها، لعب البطوله الاسيويه مع القوه الجويه، مع المنتخب الوطني، مع القوه الجويه بطوله الدوري، يمكن والسفر والمشاكل اللي صارت له بعد الاصابه، بعد الاصابه من رجع ما شفنا علي جاسم نفس ما قبل الاصابه، ممكن المباراتين الاخيره والدليل احنا شفنا علي جاسم مع القوه الجويه اداء قل شويه، شفنا نتائج القوه الجويه صارت سلبيه بالمباراتين الاخيره. العفو. فطبيعي ان اليوم رؤيته ووجهه نظره وقراءته الفنيه شايف ان اليوم بايش بالاضافه الى بشار هم الافضل من خلال بدئهم بدايه المباراه، المعطيات اللي هو مقتنع بيها، رؤيته الفنيه وقناعته. اليوم ممكن انت بالفتره الاخيره يعني انت بالمباريات ما تحتاج اللاعبين من خلال 90 دقيقة، لازم يكون عندك او يعني ورقة رابحة تقدر انه تتحكم بها باوقات المباراة. يعني عندنا يوسف، عندنا علي جاسم، عندنا لؤي العاني، عندنا ميمي، هذول لازم يكونون اوراق رابحة حتى يقدر يتحكم بها المدرب باوقات المباراة. بس احنا اليوم عندنا على الاطراف بشار وبايش، بشار وبايش، لانه التشكيله اللي نازله ما واضحه، خالد بشار في خط الهجوم وايمن راس حربه وزيدان خلفه أه. بالاضافه لاثنين وسط الملعب اللي هم امير واسامه اللي تعودنا عليهم بالمباريات الاخيره وبالبطولات الاخيره، صار انسجام وتفاهم موجودين، هم دي يلعبون بشكل اساسي ودي يلعبون بشكل مستمر، دي يقدمون دي يأدون، بالاضافه الى الرباعي اللي اكثر استقرار واكثر جاهزيه. يعني ريبين وسعد، ريبين يعني دي يلعب من افضل الدوريات اللي موجوده باسيا اللي هو بالدوري الكوري، بالاضافه لسعد انه دي يلعب بشكل اساسي، احمد يحيى موجود مع الشرطه ودي يلعب ودي يأدي، بالاضافه لحسين علي. هذه التوافق الجماهير تقريبا، الفريقين يستعدون للدخول لارض الملعب. كابتن سعد بعجاله، شنو الاسلوب اللي راح يلعب به منتخبنا؟ تكتيك؟ نعم، أنا أتوقع أنه منتخبنا يلعب على الأسلوب الضاغط، يحاول أنه من البداية يضغط على الفريق الإندونيسي كما فعل في مباراة اليابان، في كثير مباريات منتخبنا عندما يقوم بالضغط العالي على الفرق، وحتى أمام فيتنام في بداية التصفيات كان فريق جيد وفريق قوي تغلبنا عليه 1-0. هذا الحضور الجماهير اللي تحدثت نعم. عنه كابتن. أيضا عملية يجب أنه ننتبه لعملية نسميه التحولات السريعة، يعني أي تحول من الهجوم الدفاع يجب أنه بأقل تقدير
لحظة فقدان الكرة يجب أن نحصل على الكرة. الفريق الأندونيسي سيلعب الهجمات المرتدة، وبالتالي مطالب منتخبنا لحظة فقدان الكرة عملية الضغط المتقدم على المنتخب الأندونيسي لكي بأقل تقدير أجبر المنتخب الأندونيسي بالوقوع بالأخطاء. لذلك أتوقع منتخبنا سيعتمد على الضغط العالي الضغط المتقدم من البداية. زين، هذه أجواء كابتن مصطفى، ومثل هكذا مباريات ماذا يحتاج منتخبنا في الدقائق العشرة الأولى أنت تلعب على أرض المنافس؟ أنا أتمنى واللي اللي يعني أتوقع أنه حيكون يصير، كل ما يمشي الوقت وأنت ما مسجل عليك راح تدخل بأجواء المباراة، راح تكون عندك الثقة عالية. أنت اليوم أجواء شرق آسيا تختلف عن الأجواء العادية والأجواء اللي محيطة بينا غرب آسيا، والجو والرطوبة. ممكن إحنا اليوم الحمد لله أنه لحد الآن ماكو أمطار موجودة، لو موجودة أمطار كنا حنعاني منها داخل الملعب. وجهة نظري ورؤيتي أنه المنتخب الأندونيسي حيهاجم وحيضغط، لأن تعرف أنت أمام جمهوره بملعبه مطالب بالفوز، فهواي أمور إيجابية أنه تسنح للمنتخب الأندونيسي أنه يريد يسجل بأسرع وقت. علينا أنه ما نستعجل، علينا أنه نقلل أخطائنا. الشغلة اللي لازم تكون تصير داخل الملعب أنه نحتفظ بالكرة يعني أطول فترة، ما نريد نفقد الكرة، وما نريد أنه نلعب على الكرات الطويلة ونبدأ من البداية الجهد والجري. هذا راح يقلل من قوتنا ويقلل من خطورتنا. عندنا لاعبين على مستوى عالي، عندنا لاعبين بالأرض يعني إمكانياتهم عالية أن الكرة برجلهم تكون أكثر وقت، مثل الأمير أسامة، بايش، بشار، زيدان، كل ذولا اللاعبين اللي موجودين عندهم القدرة أن يحتفظون بالكرة. كل ما نحتفظ بالكرة ونلعب الكرة بالأرض تكون الأرجحية والكفة أن المنتخب الأندونيسي حتى المباراة الأولى اللي غلبناهم اللي فزنا عليهم 5-1 شفنا من حارس المرمى حد المهاجم يلعبون بالأرض. اللي المباراة اللي صارت بالبصرة عندهم مشاكل هم بالخلف، علينا أنه نستغلها. الحمد لله أنه الفترة الحالية أيمن يعني بالفورمة، علينا أن نستغل أيمن نوصل للكرة بأسرع وقت حتى نقدر نسجل. شكرا للكباتن. الآن دخول الفريقين بانتظار عزف السلام الجمهوري، وبعد ذلك أنتقل مباشرة للمعلق الزميل علاء عبد الله معلقا وواصفا لأحداث الشوط الأول. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن أحداث الشوط الأول تنتهي بالتعادل السلبي. أعود مرة أخرى وأجدد الترحيب بضيوف الاستوديو التحليلي، حياكم الله من جديد. كابتن سعد، تعادل سلبي في الشوط الأول. تعادل سلبي وأداء أقل ما أقول عنه أداء عادي جدا لمنتخبنا. بصراحة لم نشاهد أي أسلوب لمنتخبنا. عندما أتكلم عن أسلوب، إذا كان أسلوب الحيازة أو أسلوب الضغط العالي أو أسلوب التحولات إذا كانت من الدفاع الهجوم من هجوم الدفاع، أيضا لم نشاهدها. بالإضافة إلى هذا، أنت عندما يكون لديك لاعبين متشابهين بالمواصفات، متشابهين بالمراكز، يفترض أنه تكون هيكلة الفريق هيكلة مثالية. لذلك اليوم حتى هيكلة الفريق صراحة لم تشفع للمنتخب لأنه يقدم شيء في كرة القدم. أنت تشاهد 4 لاعبين بجهة اليسار، بشار وزيدان وبايش وأحمد يحيى، وجهة اليمين حسين علي يعاني من بأقل تقدير أنه من يسانده، من يقوم بعملية نسميها عملية الربط أو عملية الأوفرلاب مع حسين. لذلك كان يعني بنفسه دقيقة 30 تعطيك يعني دليل واضح. دقيقة 30 كابتن، هذه الحالة استمرت أكثر من 10 دقائق إلى 5 دقائق، 4 لاعبين إلى 5 أربعة لاعبين اليسار والجهة اليمين فارغة. شوف، لذلك يعني أنت عندما تريد مكان من القوة ومكان من القوة أن تركز على الجهتين، وهذا ما يميز منتخبنا بصراحة. حسين علي، ودائما نشيد بحسين علي وعطاءات حسين علي. اليوم حسين علي أنا أشعر به مكبل، وبالتالي لو تشاهد الفرصة الأخيرة للفريق الأندونيسي ما يتحمل حسين علي. اللاعب اللي استلم من خلفه يجب أنه بأقل تقدير، راح نعيد هاللقطة ونشوفها، بأقل تقدير أنه جناح اليمين هو من يكون. هذه دقيقة 30 بداية، لا عفوا، بداية دقيقة 30، بداية دقيقة 30 تعطيك مؤشر بأنه هيكلة الفريق بالعالم كله أستاذ علي عندما تفقد الكرة، عندما يفقد الفريق الكرة يعود لمراكز الطبيعية، يعود لوضعه الطبيعي. هذه الفرصة اللي شوف نعم، فرص كثيرة أضاعها المنتخب الأندونيسي. بداية 30، والله بداية 30 هاي قبل أتمنى قبل بالضبط 30 بالضبط. هاي بالضبط 30 وثانية. نعم.
كمل اللقطة خلينا نشوف يا شباب. نعم شوف هنا قلت لك حسين علي، هاي من الحالات يعني وقف هنا أوقف بأقل تقدير، بأقل تقدير يفترض أنه عملية المساندة وعملية التحرك بالمساحات لم نشاهدها، لذلك اضطر حسين، وحسين طبعا أنا أعتقد أيضا تصرفه تصرف عشوائي، بأقل تقدير أنه يحتاج صبر، لا يمكن أن تلعب الكروس مال السبعينات وبهذه الطريقة. لذلك بأقل تقدير يكون شوف بشار، زيدان، بايش، بايش هنا كل بهاي الجهة، وبالتالي أنا أعتقد هيكلة الفريق لم تكن بالهيكلية المنطقية الممنهجة، لذلك فريقنا بصراحة عانى وسيعاني إذا ما استمر بهذه الطريقة ولم يجد الأسلوب المناسب بأقل تقدير الوصول مرة المنافس. الكرات الخطرة كانت لصالح منتخب أندونيسيا. أستاذ علي، بداية الاستوديو قلت لك يعني بداية كلامنا قلت لك الفريق الأندونيسي من أفضل الفرق اللي يلعب بالأرض حتى بالمباراة الأولى، خسران 5-1 وشفته يبني من الخلف، هسه اعطيني 45 دقيقة 47 دقيقة ويا الوقت بدل ضاع، شفت المنتخب الأندونيسي لعب كرة طويلة عشوائية؟ ما لعب. نعم. كل الكرات الطويلة أنت يمكن شفناها المباراة، كل الكرات الطويلة اللي لعبها كرات شخصية، تلقى الإسناد وتلقى المحطة وتلقى اللاعبين اللي يجون من الخلف هم زيادة العددية لهم. كل الكرات اللي لعبوها بالارض يبنون من حارس المرمى بالخلف كلها بالارض، عكس ما احنا يمكن اكو لقطه تكلمنا بها انا وكابتن سعد، اكو كره صارت فاول لاحمد يحيى الشوط الاول دقيقه يمكن من 35 الى 40، مشى بالكره دي يريد يلعب بالارض، زيدان اقبال سوى فاول، المدرب صاح عليه وقال له انه تلعب الكره الى الامام لا تلعب الكره، هذا اسلوب مدرب، المدرب يتحمل هو الأداء داخل الملعب. شفت أنت يمكن المنتخب الأندونيسي ما شفنا لعب الكرات الطويلة نفس ما لعبناها احنا من ريبين سولاقة أو من أحمد يحيى ومن حسين علي، الكرات الطويلة أيضا حتى لاعبين الوسط، فريق منظم، فريق أنت متلا يعني ما حد يتوقع أنه هذا المنتخب الأندونيسي نفسه اللي غلبناه المباراة الأولى 5-1 بهذا الأداء وهذا الرتم وهاي السرعة وهذا الضغط. منتخبات دا تتطور، منتخبات دا تعمل على نفسها، منتخبات دا تريد تشتغل للأمام، يعني عندهم استراتيجية. شوفوا هذه الهجمة كابتن. نعم. وخطورتها من منتخب أندونيسيا يعني وكيفية بناء اللعب بالوقت اللي تكلمنا أستاذ علي عن ضعف جهة اليمين من ناحية الهجومية، أيضا ضعفها من ناحية الدفاعية، وتشاهد الآن شوف يعني باص وقف الآن لو توقف هنا ليس حسين علي مسؤول عن الحالة، مسؤول عليها جناح اليمين، من جناح اليمين؟ من جناح اليمين؟ ولا واحد، ولا واحد وبشار. لذلك لا يمكن أن تحمل حسين علي بصراحة طريقة أنه مهاجم في المساحة إذا مو نفس الجناح اللي يكون، لذلك هذه تعود منتخبنا عليها بصراحة، وهي ليست المباراة الأولى، أيضا أمام الفلبين شاهدنا أنه دائما اللعب كابتن إذا تسمح لي نفس هاي الحالة دقيقة 19 الفرصة الأولى للمنتخب الأندونيسي. شوف هسه هنا تمركزنا كنا باتجاه الكرة، أي لاعب من الخلف يجي ما كنا مشاهد يعني، والدليل هسه حسين علي وين وجهه؟ ما شفنا اللاعب الخلفنا، إذا موجودة دقيقة 19 هاي دقيقة 19 شوف نفس الـ نفس الـ نفس التمركز ونفس الخطأ اللي وقعنا به، عندنا زيادة عددية باوع، هاي اللي تكلم لك على المحطة والإسناد باوع، كل اللاعبين وين؟ باتجاه الكرة باوع، كم لاعب احنا شوف اللاعب هناك فارغ يعني لو مررها تمرير صح هدف، نفس الكره اللي هي دقيقه 40 اللي تكلم بها كابتن سعد، كنا وين وجهنا؟ كنا وجهنا امام الكره، بس ما نشوف اللاعب الخلف اللي هو اخطر، يعني هاي مشكله، احنا عندنا زياده باوع، سبع لاعبين ست لاعبين وهم ثلاث لاعبين، لو لا بس لاعب صفقه مصطفى، احنا ليش نقول هيكله الفريق؟ انت من تهيكل الفريق، انت وسط يمين، انت وسط يسار، لحظه المنافس عند الكرة يلقى كابتن إنه شوف شوف يعني وين اللاعبين العمق المدافعين اثنيناتهم برا سعد وريبين، نعم يعني هاي مشكلة هاي يعني انت من عندك اثنين قلبية دفاع ان هم يطلعون خارج الكرة وخارج المنافسة باوع سعد وريبين وين؟ من اللي جغطه؟ شوف هذا اللاعب فارغ، هذا يفترض انه جناح اليمين، هذه بالثوابت بالهيكلية الفريق يجب ان يكون هو من يغطي عكس الكرة، وبالتالي انا اعتقد حسين علي اليوم اكثر اللاعبين بصراحه المتضرر من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه هجوميه، فقدنا امكانيه هذا اللاعب، فقدنا عطاءات هذا اللاعب اللي اشدنا به المباراه الاخيره اخر مباراه مع الفلبين،
كنا جالسين من أميز اللاعبين ومن أفضل اللاعبين هجوميا ودفاعيا. اليوم بصراحة يعاني، وأنا أعتقد هاي مشاكل يجب أنه كاساس ينتبه إليه، ويجب أنه كل لاعب لحظة فقدان الكرة، ترى هذا 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 عرف عالمي، يعني اليوم ميسي رونالدو لحظة فقدان الكرة يتمركز أو يتموضع بالمركز اللي هو يقوم به، لا يمكن أنه يجري كيف ما يشاء. هذه ثوابت يجب أن تفعل، وبالتالي أنا أعتقد فقدنا الناحية الدفاعية، فقدنا الناحية الهجومية من جهة اليمين، وبالتالي أيضا اليوم أن تشاهد صناع اللعب اللي هم أمير وأسامة علي بصراحة غائبين تماما. صناعة اللعب الوسط أيضا فقدناها بالمرة، لم نشاهد عملية الربط ما بين الخطوط من العماري ومن أسامة، عملية الاستلام والتسليم وإيصال الكرة للمهاجمين لم نشاهدها، لذلك فقدنا بصراحة صناعة اللعب. اللعب أصبح يعني لعب ارتجالي، أنا أشاهده فقط نوصل الكرة لأيمن بأي طريقة، وبالتالي نعمل على الكرات الثانية، وهذا بصراحة أسلوب عقيم وأسلوب قديم. الفريق المنافس جاي يقوم بجمل تكتيكية مدروسة ممنهجة فيها من العطاءات وفيها من خلق المساحات. نحن بصراحة غير قادرين على. أريد نعلق على لقطة الركنية اللي نفذها أمير العماري. إذا تسمح لي قبل أمير العماري، أكو رمية لنا دقيقة 24، أنا طيفة سيادة المخرج، إذا موجودة تقدر تجيب لنا دقيقة 24 رمية الأيمن، رمية التماس إنه جاهزة شباب طونا يا ونعلق عليها. شوف الفرق بين اللاعبين، وشوف الفرق بين اللاعبين المنتخب الاندونيسي. شوف هنا المن اللي لعبت الكره الايمن، الطينش كم لاعب تحت الكره وكم لاعب خلف الكره، يعني ايمن لعبها وقشطها بالطريقه الصحيحه. باوع شوف المن لعبها الايمن، من اللي تحت ايمن اللي موجود لاعبين المنتخب الاندونيسي، يعني ما عندنا زياده وما عندنا الرغبه، ما تحس انه الفريق بالشوط الاول عنده رغبه يريد يسجل ويريد يلعب. احنا تكلمنا بدايه الاستوديو قلت لك اذا نريد ناخذ المباراة لازم نلعب بالأرض ولازم نحتفظ بالكرة أكثر وقت ممكن. إحنا ما شفنا هذا، شفنا أن الكرات لعبناها عشوائية، كرات طويلة، وخير دليل هاي الكرة اللي سجلتها دقيقة 24 الرمية اللي صارت لعبها أيمن، من اللي بعد الكرة، من اللي هاجم الكرة، زيادة العددية اللي كانت عندنا ما كانت موجودة. زي. انت تشوف، اذا تشوف ترجع للمنتخب الاندونيسي كل الكرات اللي تلعب بالعمق وتلعب للامام تشوف اثنين ثلاثة تحت الكرة هم اللي يجون اسناد ويحافظون على الكرة وينتقلون بالشكل الصحيح. زين، الحالة اللي ركنية نفذها أمير العماري بطريقة عشوائية، كرة القدم خاصة الركنيات بالعهد الحديث صارت تدريب وعلم كابتن تستثمر. أستاذ علي، بلا شك هم عاملين على هذا، على هاي الركنية، بس ما تنفذت بالشكل الصحيح، والدليل انه شفنا بشار وامير اثنيناتهم على الكره وكلهم وين راحوا؟ فرغوا للاعب اللي يجي من الخلف، كلهم راحوا على العمود القريب. اذا شفنا اللقطه ايمن وشفنا سعد ناطق وشفنا ريبين كلهم راحوا وين؟ على منطقه الجزاء على العمود الاول، فرغوا للاعب اللي يجي من الخلف، بس هو كان التنفيذ مو صحيح، كان استعجال اكو بالقرار، وفقدنا الكره. ومع العلم انه نفس ما تفضلت حضرتك كل فرق العالم منتخبات العالم بالوقت الحالي انه الفاول القريب والركنيه هي سلاح طبعا، كل العالم تسجل من عندها. خلي اسالكم على حاله هدف ابراهيم بايش على اندونيسيا والغاء من حكم المباراه. لا، هو دفع واضح بصراحه، دفع واضح وقرار يعني صحيح من الحكم 100%. ايدا اكو دفع. شوف هنا، هلا هاي اللقطه هم ما راح تعيدها، دفع واضح باثنين ايديه، وبالتالي يعني هاي اوضح اوضح خلص، شلون الدفع يصير بكلتا اليدين بدا يدفع، واعتقد قرار يعني جدا مميز من الحكم، بدون فار بدون تقنيه، وهو ايضا يعني ما تقول قريب عنه، كان يعني مسافه يعني تقريبا 15 يارد او 20 يارد ما بينه وبين، ولكن الحكم احساسه شعوره انه هنالك دفع واضح، يعني كان باقل تقدير انه ابراهيم انه يشارك بدون دفع. ممكن انا تكلمت بيها يعني، وكنا نشاهد المباراه اول ما طلعت قلت لك مو اوف سايد، انه بس الكره فاول، بس اكو حاله يمكن اللي صارت اوف سايد على ايمن هي مو اوف سايد، المشكله كان تمركز الحكم خطا بهاي الحاله، كانت انه هجمه اللي قطع بيها ايمن خلف المدافعين. صحيح. هاي اتوقع انه ما يعني، وواضحه كانت حتى من جابوها بالاعاده انه ما كانت اوف سايد. اتمنى الشوط الثاني نحسن ادائنا،
نحسن يعني بخصوصا بالناحية الهجومية. أكو مشكلة مهمة راح أتكلمها من الآن. إذا ما دافعنا على الجانب بالشكل الصحيح راح نعاني بالشوط الثاني، راح نعاني أكثر من ما نعانينا بالشوط الأول. علينا أن ندافع الكرات من جهة أحمد يحيى ومن جهة حسين علي، علينا أن نتمركز صح، نحافظ صح. هذه هي اللقطة اللي تقصدها كابتن. إيه شوفها، شوف باوع ما بي أوفسايد أصلا، المدافع اللي قطع الكرة مع أيمن هو كان سابق أيمن، شوف حتى هو كان متوقع باوع باوع. إذا ترجع إذا سيادة المخرج تسمح لنا ستوب ستوب ستوب، لا ارجع إذا تسمح لنا ترجع من شوية البداية. من البداية ارجع بعد 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 ستوب، شوف باوع من سابق الخطوة بعد بعد لازم ارجع بعد. لا هنا الكرة من بداية تنفيذ الباس كابتن. لحظة شوف حتى هنا أنا أيمن، حتى هنا أيمن مع المدافع مع كابتن الفريق مستوى ماكو أوفسايد، راحت الكرة طلعت الكرة باوع كابتن، مستوى واحد مستوى واحد. وحتى المدافع كان إذا تشوفه باللقطة يقول لأنه ما مسيته ما سويت تاتش على أيمن باوع، اتوقع أنه يحسب فاول عليه. لا لا صح صح، امشي شوية وباوع لقطة المدافع مع الحكم زين يقول له ما سويت له شيء. شاهدنا مجمل اللقطات، سيناريو الشوط الثاني، ما هي حلول كاساس للشوط يعني الثاني؟ الحلول انه يجب ان نصنع عمق هجومي، العمق الهجومي غائب تماما، وبالتالي انا ارجع اعيد جزئيه زيدان اقبال في هذا المركز لا يؤدي. الان لم نشاهد زيدان اقبال، لم نشاهد لمسه زيدان اقبال، لم نشاهده يصنع الكره، لم نشاهده يحتفظ بالكره. شاهدنا مراكز متكررة ولاعبين يلعبون بجهة اليسار، هذا ما شاهدنا، هذا كل السيناريو اللي حصل. فقدنا صناعة اللعب من الوسط، دور أمير العماري ودور أسامة أنا أعتقد اليوم بحاجة للاعب مثل زيدان أن يكون لاعب محور. هذا اللاعب اللي أنا أعتقد هو ربما يكون المحرك وربما يكون هو الداينامو الفريق إذا ما زيدان وظف في هذا المركز. وبالتالي ايضا حتى مشاركه مهند مهاجم ثاني انا اعتقد امر ليس بخطا من المدرب. هذه الفرق استاذ علي عندما تضغط عليها في مساحاته في ساحاته انا اعتقد ربما تسبب لها مشاكل. نحن بصراحه تركناهم وارحناهم وتركنا الفريق الاندونيسي بصراحه هو من يقوم بصناعه اللعب والخروج بالكره بكل سهوله، لا نقوم بعمليه الضغط، وبالتالي انا اعتقد بحاجه الان الى صنع عمق هجومي فقط بوجود أيمن وزيدان اللي أنا أتوقع أنه إذا ما وظف كلاعب محور يكون أفضل. وبالتالي جهة اليمين يجب أنه يكون لاعب ثابت، ممكن يوسف الأمين يكون لك ثابت على جهة اليمين مع حسين علي. أنا أعتقد ربما هنالك تفعيل لجهة اليمين وهنالك دور كبير لجهة اليمين كما في السابق. الآن أنا أشاهد جهة اليمين مغيبة بالحاله الدفاعيه والهجوميه. الان دخول المنتخبين الى ارض الملعب، كابتن مصطفى بعجاله هل تتوقع هناك تغييرات؟ اتوقع واللي اتمناه يكون حاضر بالشوط الثاني، الرغبه بالتسجيل والرغبه بالزياده العدديه. كل الكرات اللي تروح على ايمن ما شفنا الزياده العدديه والرغبه بالاسناد والخطوره، ما موجوده عكس ما شفناه بالمنتخب الاندونيسي. اتمنى تكون عندنا الرغبه حاضره، اتمنى تكون عندنا يعني شويه اكثر يعني نشاط بالناحيه الهجوميه حتى نقدر نستغل الفراغات اللي موجوده عند الدفاع الاندونيسي. تبديل في صفوف منتخبنا، زيدان اقبال يخرج ينزل يوسف الامين، وبشار رسن يخرج ينزل علي جاسم. تبديلات رايك منطقيه جدا؟ منطقيه. كابتن مصطفى انا اشوف انه منطقيه، بس كنت اتمنى انه نصبر على يعني بعد 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة، مو مشكلة النتيجة 0-0 وإحنا يعني ما خسرانين. كنت أتمنى أنه نعطي فرصة أكثر زيدان 10 دقائق ربع ساعة مع بشار بعدها حتى نقدر نتحكم بأوقات المباراة. صح إحنا ما خسرنا وقت من التبديلات، هذا الشيء صحيح كنا فاقدين. إذا تتذكر المشكلة صارت لنا مباراة الأردن صحيح. اليوم هو صححها، بس كنت أتمنى لأن إحنا متعادلين والنتيجة يعني ما راح تكون سلبيه علينا اذا طلعنا بنقطه، احنا راح نظل بالصداره ونظل احنا بصداره المجموعه. كنت اتمنى انه ناخذ وقت اكثر للاعبين حتى نقدر نتحكم بالتبديلات باوقات المباراه نهايتها. هذه هي التبديلات. بس كهيكليه فريق الان يوسف الامام على جهه اليمين خلص راح يدخل ما علي جاسم سيكون
خلف ايمن سيكون او يؤدي لاعب حر كابتن بشام بايش اللي حيكون بايش على الجهه اليسار وممكن يكون يعني التبادل موجود يوسف الامين سيدخل بدلا من زيدان اقبال وخروج بشار رسن دخول علي جاسم في الشوط الثاني انتقل مباشره للزميل المعلق علاء عبد الله معلقا وواصفا لاحداث الشوط الثاني بعد ذلك نلتقيكم في الاستوديو التحليلي تفضل علاء شكرا للزميل علاء عبد الله مبارك لاسود الرافدين الفوز على المنتخب الاندونيسي في التصفيات المزدوجه ونبارك للجماهير العراقيه هذا الفوز ولضيوفي في الاستوديو التحليلي حياكم الله من جديد مبارك الفوز كابتن سعد مبارك الفوز كابتن مصطفى في الشوط الثاني تغير شكل المنتخب اكيد مبارك لمنتخبنا الاستمرار بالعلامه الكامله وهذا شيء ايجابي وشيء صحي انه يستمر منتخبنا بثقافه الفوز ان يستمر بالتفوق على هذه الفرق ومن المنطق ومن الطبيعي انه متفوق من البدايه من بدايه التصفيات وهذا امر جيد اللي حصل في الشوط الاول بصراحه مغاير جدا ما حصل في الشوط الثاني وتكلمنا يمكن ما بين الشوطين قبل ما يبدي الشوط والتبديلات اللي حصلت كانت تبديلات منطقيه جدا لم نشاهد زيدان في هذه المباراه وانا ارجع واعود استاذ علي هاي سجلها وسجلها ثابته زيدان اذا ما لم يلعب محور ثاني ارتكاز ثاني لم يقدم الشيء المأمول ولم يقدم الشيء اللي احنا نطمح له وهو كلاعب كامكانيه فنيه يطمح له لذلك توظيفه خلف المهاجم لا يعطي الشيء الكثير توظيفه للطرف لا يعطي الشيء الكثير ان يوظف وسط او محور ثاني انا اعتقد افضل كثير لزيدان يعني كان الاولى في الشوط الثاني بدل استبدال زيدان ارجع محور ثاني واستغني عن اسامه رشيد من وجهه نظري مثلا يعني من وجهه نظري هذا حل يعني ربما يعطيك حلول كثيره هذا جانب جانب اخر اللي اختلف شوف بالشوط الاول تكلمنا ومصطفى يمكن كابتن مصطفى من البدايه قال لك الفريق العراقي اذا ما راد انه يسيطر ويكون له علو كعب على الفريق الاندونيسي ان يحتفظ بالكره صحيح. ان يعمل حيازه هذه لم تحصل حيازه بالشوط الاول كانت غائبه تماما حيازه غائبه التحولات من الدفاع الهجوم من هجوم الدفاع غائبه تماما عمليه الضغط غائبه ولكن ان تشاهد في الشوط الثاني الحيازه موجوده ان تشاهد عمليه التحول دقيقه 76 تعطيك مؤشر يا ريت الفرصه اللي علي جاسم اضاعها يا ريت يطلعها وشوف عمليه التحول من الهجوم الى الدفاع مباشرة وأنا أعتبرها طيب. من أفضل من أحسن الجمل التكتيكية اللي عملها منتخبنا بأقل بأجزاء الثانية نأجل اللقطات اللي نعلق عليها في أحداث الشوط الثاني نستمر بالتحليل فوز في الشوط الثاني وأداء مقنع لأسود الرافدين كابتن مصطفى بالبداية مبروك نقاط المباراة مبروك الصدارة وهذا استحقاق طبيعي عطفا على ما قدمناه خلال الشوط الثاني توفقنا بالتبديلات بين الشوطين الحلول الفردية كانت حاضرة هذا ما تكلمنا عليه بداية الاستوديو قلت لك انه احنا لازم نحتفظ ولازم عندنا نوعية لاعبين انه الحل الفردي عندها والكرات كل ما تبقى وقت اكثر تحت تصرفنا نقدر نكسب نقاط المباراة الشوط الاول مغاير جدا عن الشوط الثاني الشوط الثاني يعني لعبنا المنطق وعملنا بما هو الصح ولعبنا على وفقا على امكانياتنا توفقنا بالتبديلات توفقنا مع علي جاسم زائد يوسف من خلالهم حصلنا على ضربه الجزاء وحصلنا على هدف ايمن وحصلنا على الطريد وحصلنا على الهدف الثاني كل المباراه عباره اليوم عن يوسف وعلي جاسم صح؟ صح يعني الفرص من خلالهم وجتي الاسيست من خلالهم الاهداف من خلالهم زائد ايمن زائد الطرد اللي صار من خلال يوسف فكان التغيير موفقين جدا به هو اللي عمل الفارق وصنع الفارق وصارت نقطة التحول بالمباراة اللي كنت اتمنى يعني انت اليوم بعد الهدف الاول كنت اتمنى شغلة واحدة تصير ومع العلم انه المدرب يعني كل الاحترام والتقدير الى سيد كاساس كنت اتمنى زياده ميمي بخروج واحد من وسط الملعب المحاور اللي هو اسامه وامير ايا كان شنو الضرر اليوم من انت غالب وانت مستعيد على المباراه من خلال الشوط الثاني اداء ونتيجه زائد انه انت
تتثق الايمن اكثر، تتثق الميمي اكثر وتشيل. احنا ما شفنا الزياده العدديه نفس ما شفناها بالشوط الاول من خلال المنتخب الاندلسي. كنت اتمنى ان نشيل واحد من وسط الملعب، نزيد مهاجم ثاني، لان احنا عندنا زياده العدديه، زائد احنا متفوقين فنيا داخل الملعب، زائد ان احنا مسجلين هدف والاريحيه كلها لنا، واحنا بدنا نلعب بدون ضغوط، بدون يعني بدون توتر داخل الملعب. كنت اتمنى انه يعني نزيد بالناحيه الهجوميه، نطلع بسكور اكثر، لان الفريق الاندلسي استسلم بعد الهدف الاول. ازيد انه نقطة ثانية، ايضا تأخرنا بالتغيير. كنت اتمنى انه المباراة محسومة، انه الطائي ياخذ فترة وقت اكثر حتى تقدر انه، ما اريد اقول لك انه تحكم عليه 100% من اول انطباع اولي، حتى تكون عندك رؤية نوعا ما افضل من ما انت تلعبه خمس دقائق وعشر وسبع دقائق. وتوقع هذا ما سيحصل في المباراة الثانية؟ هو المنطق. اليوم انت خلص اخذت 15 نقطة بعد ما يعني ماكو اي شيء. اللي حصل اليوم يعني مثل ما اراد المدرب انه يحافظ على التصنيف، يحافظ على ترتيبنا، وهذا الشيء يحترم، وهذا الشيء يعني الواقع والمنطق اللي 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 عمل به وفقا على رؤيته، وفقا على رؤيته الفنيه. عندنا مباراه بملعبنا امام جمهورنا، يعني المنتخب الفيتنامي لحد الان عنده حظوظ مع المنتخب الاندونيسي. اللي المنطق انه لازم نشوف اللاعبين اللي ما اخذوا وقت كافي، اللي ما لعبوا، اللي ما شاهدناهم، اللي استدعاءات للمره الاولى، اتمنى ان نشوفهم زين بمباراه فيتنام على ارض الواقع. علي جاسم يسجل اول هدف له مع المنتخب الوطني وبطريقه جميله كابتن سعد، بها اجتياز للحارس وان كان الحارس هو من اخطا. نعم علي يعني عمل فارق بصراحه اليوم، كما هو معتاد يعمل فارق لمنتخب الشباب الاولمبي للجويه، ويا رب ان شاء الله دوام هذا التالق ودوام هذا. ولكن الشيء اللي يجب ان نشير اليه، ويمكن احنا قبل بدايه سوى التحليل تكلمنا عن جزئيه اجلاسه، هذا هو الهدف. نعم كابتن سعد. نعم تفضل. يعني هو اول شيء يحسب لمهند بصراحه، لميم الضغط مهند. نعم. علي عمليه الضغط وتوجيه الحارس، شوف وين وجه الحارس، وجهه بالجهه اللي يذهب لها علي جاسم، وهذه ذكاء كبير من مهند انه ذهب للجهه اللي صعبه على الحارس. وبالتالي انا اعتقد من الاساليب المميزه اليوم هذه ما كانت في الشوط الاول، عمليه الضغط هاي لم نشاهدها ولم نشاهد انه شيء اسمه، وقلت لك انه كان عقم هجومي واضح بالشوط الاول لمنتخبنا، لذلك تحسب للمدرب. اعيد جزئيه جلوس علي جاسم في بالبداية، أنا أعتقد ربما هذه فيها حسابات كبيرة، الضغط اللي حصل على هذا اللاعب، إصابات، إجهاد كبير، ربما أصبح مثمر وأصبح مميز في عملية المباراة. في عملية كابتن. نعم. ولكن أتمنى أستاذ علي دقيقة 76 الفرصة اللي أضاعها علي جاسم، يا ريت يعني موجودة شباب، وهاي تفسر لك انه عملية التحول من الهجوم الى الدفاع لمنتخبنا اللي كانت غائب. لا بعد قبلها شباب. طبعا كابتن مصطفى اليوم تكلم ايضا عن زيادة مهاجم، لا بأس انه لا بعد قبلها بعد قبلها 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 قبل 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 فرصة علي جاسم. اي نعم، هي الفرصة قبل هذا، هي الفرصة علي جاسم، فرصة علي. نعم شوف عملية الضغط المتقدم لمنتخبنا، شوف هذه لم نشاهدها بصراحه. شوف عمليه العماري بالشكل هذا، شوف هنا، شوف انا اعتبرها من اميز الجمل، من افضل الجمل التكتيكيه اللي بصراحه منتخبنا انه باجزاء ثانيه انه قادر انه يتحول ويقطع الكره ويقوم باقل لمسات، واللي ايضا ما تكلم مصطفى انه علي جاسم بطلها ويوسف هم الابطال. هذه بصراحه ثوابت مهمه جدا، يجب انه منتخبنا في قادم الايام يجب ان تكون هذه الاساليب متكرره، وهذه الاساليب يستحقها المنتخب العراقي ويستحقوها هؤلاء اللاعبين بصراحه. يجب ان تكون لديهم اساليب مميزه واساليب ممنهجه، لا تكون كاساليب الشوط الاول اللي كان لعب عقيم جدا. الطرفين لم نشاهدهم ايضا، اشكلنا بين الشوطين انه جزئيه جهه اليسار تعمل بالشوط الاول وجهه اليمين عاطله. الشوط الثاني لا، اختلف هنالك توجيهات من المدرب ابراهيم بايش ان تكون جناح يمين لا تذهب جناح يسار، وفعلا ابراهيم بايش التزم
بجناح اليمين، وشاهدنا انه حسين علي، شاهدنا انه حسين علي يتميز بالوقت اللي حسين علي كان نقطة ضعف كبيرة بالناحية الهجومية والناحية الدفاعية. هذه انا اعتقد ثوابت مهمة لمنتخبنا. زين، بالنتيجة تحقق المراد لمنتخبنا، وخلينا نعرف ما الذي استفدناه من هذه المباراة للمستقبل. اول شيء احنا طلعنا، وهذا الاهم، بنقاط المباراة. صح. بشوط مميز جدا عكس الشوط الاول، طلعنا بدون اصابات بدون حرمان، وهذا نحمد الله عليه انه الفريق طلع سليم. الثقه رجعت لعلي جاسم، تسجيل هدف الاول الى مع المنتخب، الهدف الدولي الاول، يعني هذا الشيء مفرح. عوده ايمن للتسجيل، التوفيق والتغيير الصح اليوم يحسب للمدرب خياراته، خصوصا يعني اللي انا ممكن انا تكلمت قلت انه اتمنى انه ياخذون باي زيدان وبشار وقت اكثر، بس المدرب الى وجهه نظر محترمه جدا، هو كان الصح، انا كنت المخطئ بكلامي، فكل الاحترام والتقدير يعني لهم. الاهم من هذا كله انه احنا بقينا بالصداره، بقينا بالفوز. انت اليوم يعني من تبقى بفورمة الفوز وفورمة النقاط وفورمة اللي الأداء الجيد بعض الأوقات، هذا يعطيك حافز ودافع، وهذا الطبيعي من خلال مجموعتنا ومن خلال الفوارق الفنية اللي موجودة بيننا وبين المنتخبات الثلاثة اللي موجودة، المنتخب الفيتنامي والأندونيسي والفلبيني. اليوم يعني على الورق احنا كنا أفضل بالشوط الثاني عكس الشوط الاول، اتمنى انه ما نخطئ نفس الاخطاء اللي تكلمنا بها اللي صارت بالشوط الاول امام المنتخب الفيتنامي. ممكن اليوم احنا محظوظين الشوط الاول يعني ما سجلوا علينا هدف، بعض المباريات عندهم مهاجمين على مستوى عالي، عندهم نوعيه لاعبين يكونون اعلى متوفقين على الهدف، حتى ما نخطئ يعني بعد لنا 4 ايام، اتمنى انه نصحح الاخطاء اللي صارت لنا بالشوط الاول، خصوصا بالاطراف اللي هو احمد يحيى بالناحيه الدفاعيه وايضا حسين علي. اتمنى انه ما تكون حاضره مباراه فيتنام، نعزز الايجابيات اللي صارت عندنا من خلال لعبنا والضغط العالي اللي شفناه اليوم، من خلال الضغط العالي بساحه المنافس، من خلال الرغبه اللي كانت حاضره بالشوط الثاني، التغييرات المنطقيه اللي حصلت قدرنا نسجل. الشوط الاول ما كانت عندنا حاضره، ما كانت عندنا زياده العدديه بالناحيه الهجوميه، ما كانت عندنا التحولات اللي تكلم بها كابتن سعد من الناحيه الدفاعيه للهجوميه، ما كانت حاضره. الشوط الثاني حصلت ان قدرنا نحصل فرص، ضيعنا ضربه جزاء قدرنا نسجل هدفين، قدرنا نوصل للمرمى 4-5 مرات متتاليه، هذا الشيء يعني ايجابي، يحسب للمدرب، يحسب للاعبين، يحسب للمنظومه الهجوميه ككل. ايضا ما ننسى ان اليوم جلال يعني قدر انه يمنع هدف او هدفين بالشوط الاول، بالشوط الثاني الكره الطويله اللي صارت بين سعد وريبين ايضا تحسب الجلال، يحسب للمدافعين انه عدم استقبالنا الهدف، اكو حالات ايجابيه كثير، اتمنى انه نستغلها بالمباريات المقبله بالفتره المقبله حتى نطلع بحصيله جيده ان شاء الله. طيب خلي نتابع لقطه ركله الجزاء لايمن حسين واسال كابتن سعد حافظ. ايمن قبلها مسجل ركله جزاء، نعم. يعني الوضع النفسي مستقر، نعم. التنفيذ بهذه الطريقه شويه عليه علامه استفهام، في بعض المباريات نحتاج ان نؤمن النتيجه اكثر كابتن سعد. يعني انا اعتقد احنا نقول دائما التكنيك هو مقدمه للمهاره، التكنيك لم يكن بالشكل المطلوب، يعني ركل الكره بجزء اللي أنا أعتقد ربما الجزء الخارجي تقريبا للقدم، وبالتالي الكرة ذهبت بهذه الطريقة، غير متعودين أن نشاهد أيمن أنه يضيع. وأنت تكلمت عن الحالة النفسية، الحالة النفسية يفترض أن تكون فل، هو سجل ودائما وسجل من جهة اليسار، على فكرة يسار الحارس، هو دائما 100% يراهن على جهة يمين الحارس، الآن هو سجل على جهة اليسار، يعني فيها تحدي، فيها تحدي كبير، يفترض أنه هاي تكون أسهل. ولكن من السلبيات، يعني إذا نتكلم عن الإيجابيات، من السلبيات اللي هذه المباراة يجب أنه نسجلها وندونها ونخليها بصراحة أمامنا، أنت تلعب مع فريق منقوص لاعب وتضيع ضربة جزاء والنتيجة 1-0 والمنافس يضيع فرصة عليك، وهذه بصراحة
كان هاي راح اعود لها، خلي اخذ تعليق كابتن مصطفى على ركله الجزاء والتنفيذ ما دام الحاله معروضه امامكم. احنا اكو فارق بين الحالتين، الحاله الاولى انتبه عليه، ايمن اخذ الوقت الكافي بالتنفيذ، كان صبور جدا، ما كان مستعجل، اذا تعرض لنا الحالتين حتشوف الفرق بين الحالتين. الحاله الثانيه شوف كان اكو استعجال، استعجال وبس راد الحكم انه يصفر حتى ينفذ ويحتفل، وراح انه ما اخذ الوقت الكافي. بعض الاوقات كل ما تتاخر الحارس راح يتنرفز، راح يشتت، من تاخذ وقت كافي وتاخذ نفس وتتأنى على الكره راح تنفذ بالطريقه الصحيحه، يرجع وضعك طبيعي، يرجع نفسك طبيعي، التركيز يكون حاضر. كل ما تستعجل وانت ما ماخذ نفسك وما مركز 100% اكيد انه راح تضيع. هذا ما يمنع انه ايمن كان جيد اليوم ويعني سجل، وهذا المهم انت مطلوب منك كمهاجم، بس احنا نتمنى انه ايمن يطلع بسكور عالي مع ميمي مع بقيه اللاعبين حتى الثقه تعود، يعني الاريحيه تكون حاضره، النفسيه تكون مرتاحه. بس مما انت تضيع في هكذا مباراه سهله ممكن تاثر عليك يعني بباقي المباريات. زين نعود للنقطه كابتن، تلعب امام فريق منقوص، نعم، تضيع ركله جزاء، هاي تأخذ بالحسبان طبعا. نعم تضيع ركله جزاء والمنافس يعود بفرصه، فرصه انا اعتبرها لولا ذكاء ريبين بصراحه انه باللحظه المناسبه لو تعيد اللقطه صحيح. تدخل بدون تدخل بدون اي بدون خطأ ضرر، بدون نعم. اي تهور، بدون اي ورد فعل جلال ايضا كان مميز، بدون اي اهمال ورده فعل جلال بصراحه كانت مميزه. هذه يجب ان هذه انه الفريق والمدرب يعمل عليها، وبالتالي انا اعتقد هذه الجزئيات البسيطه، تضيع ركله جزاء والفريق منقوص وتتلقى فرصه وهجمه بهذه الطريقه وبهذه عدم التنظيم، لذلك انا اعتقد ريبين ربما كانت حاله انفراد صريحه صريحه 100%. وهذه تذكرني في مباراه الاردن في اسيا، دفاعنا من صار شوارع، نعم يعني وتعمري كل سعوفات على جلال بطريق احنا نفس المشاكل، احنا المشاكل مشاكل الدفاعيه نفسها، مشاكل عمق الدفاع ما تعالجت. يعني اليوم اذا تريد تتكلم مثلا هذه الحاله يجب ان توقف عندها، والحاله اللي حصلت بالشوط الاول حالتين ثلاث حالات، عمليه انه شفت كامل المدافعين كلهم يتجهون لجهه ويتركوا جهه اليمين اللي تكلمنا بها جهه حسين علي، حالتين صارت ايضا تحتاج الى عمل وعمل كبير، اعتقد جهاز الفني لا يمكن ان يفوتها ولا يمكن. لذلك انا الشيء اللي افرح به انه التصليح او التعديلات اللي حصلت بالشوط الثاني كانت ممنهجه، قلت لك جزئيه انه تثبيت ابراهيم بايش كجناح هذا شيء جيد، يوسف كجناح هذا شيء جيد، لذلك هيكله الفريق كانت مميزه، وبالتالي انا اعتقد هكذا اخطاء لا يمكن ان نمر عليها مرور الكرام، ولا يمكن ان نقول خلاص انتهت، لا لا يجب انه. ولكن مصطفى تكلم عن جزئيه انه ايمن واستعجاله، هي من الحاله الاكثر ضغط على ايمن الركله الاولى، المفروض الاولى لذلك هذه بالعكس انا ايمن اكون اكثر ارتياح واكثر وكابتن مصطفى بده يحكي بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي يعني هو هنا خطا ايمن. طيب ليش مستعجل؟ شنو اللي عندك؟ يعني فايز يسجل مرتاح الاولى، شنو الداعي لاستعجالك بتنفيذ الكره؟ الاولى كانت اصعب، ضغوطات النفسي اكثر، هذه بالعكس هذه ربما تعطيك افضليه وتعطيك ادفانتج لكي باقل تقدير انه اذا اكو احصائيات انه هداف تصفيات او شيء، يعني شيء شوط مميز وشوط بصراحه المدرب ادار به المباراه بحكمه. التبديلات تكلمنا من البدايه احنا، ليس لانهم ظهروا بشكل جيد، قلنا التبديلات منطقيه، خروج بشار وخروج زيدان اللي يعني ما كان موفق بهذا المركز، انا اعتقد تبديلات منطقيه والبدلاء كانوا بالموعد. زين تواجد سبع لاعبين في هذه المباراة بالمجمل وإن لم يشتركوا هم جدد للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، ذكرت محمد الطائي كنت تتمنى أن تشوفه أو ماركو فرج وإلى آخره، بشكل عام كاساس مستقر على التشكيل لكن يضيف بالقائمة ويجرب أكثر عدد من اللاعبين. هذا الشيء منطقي وهذا الشيء واقعي، طول ما أنت أكو دوري، طول ما أنت متابع الدوريات واكو لاعبين يستحقون، الطبيعي ان يكونوا متوازيين مع المنتخب، بس اللي اتمنى انه نشوفهم على ارض الواقع، يعني حتى ما يصير تغيير مستمر بدون اداء، بدون مشاركه، بدون
مباريات. يعني احنا اليوم اكام هاشم احنا استدعيناه بطولة امام اسيا، لحد اليوم هذا احنا ما شفناه. صحيح. هو متواجد مع المنتخب بالقائمة، بس بعد بطولة امام اسيا ابعدوه عن عن البطولة. بعدها بمباراة مباراتين استدعيناه. نريد احنا نشوف حتى اليوم بالتصفيات الأولية بالمباريات الأقل سهولة من الدور الثاني والثالث مع منتخبات أقل منك فنيا، طبيعي أنه تجرب لاعب لاعبين تعطيهم الوقت الكافي، خصوصا إحنا يعني بعض اللاعبين نتمنى أن نشوفهم بوقت أكثر، نتمنى أن نشوفهم بعدد دقائق أكثر من ما هم أخذوه. كمثال أنه لؤي العاني بعد تألقه مع الزهراء بالدوري وصنع الفارق ومستويات مميزة، نتمنى أن نشوفه. يعني احنا كنا نعرف حاليا مستوى أمير وأسامة هم يعني الأجهز ويلعبون بشكل أساسي ومستمرين مع المنتخب. شنو المانع والضرر أنه أنت تطل لؤي وقت أكثر، تطل لؤي ربع ساعة ثلث ساعة شوط تشوفه حتى تقدر أن تحكم عليه. وتكلمنا على واحد من الأمثلة، تكلمنا على آكام، يعني احنا استدعيناه بطولة أمم آسيا الوحيد مع فهد طالب بطولة أمم آسيا ما شاركوا ولا دقيقة. عندك آكام اليوم وكميل سعد وصفاء هادي على المدرج، بالإضافة إلى 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 يعني لاعبين استدعوا للمرة الأولى، يعني لاعبين استدعوا للمرة الأولى للمنتخب. نتمنى إنه مباراة فيتنام يأخذون وقت أكثر، يأخذون بعض اللاعبين لازم يحتاجون راحة خلاص، يعني إحنا أخذنا 15 نقطة. بعض اللاعبين يحتاجون انه نعطي فرصه للاعبين اللي احنا ما شايفيهم. يعني جلال ستعطيني واحد من داخل الفا، واحد يختلف على مستوى جلال وعلى عطائه داخل الملعب وعلى قيادته للفريق داخل الملعب. شنو المانع انه نعطي الحسن وقت؟ شنو المانع انه نعطي العلي 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 كاظم وقت؟ شنو المانع انه احنا نشوف محمد الطائي او نشوف اكام او نشوف ماركو او نشوف لؤي على ارض الواقع حتى نقدر نحكم عليهم؟ بعدها يكون الدور الحاسم، الدور الاخير، تكون الرؤيه واضحه جدا للمدرب حتى يختار ال 25 اللي هم يكمل بيهم. افضل لاعب بالمباراه من وجهه نظرك؟ علي جاسم. علي جاسم طبعا صنع الفارق. انت اليوم اذا تسال كابتن سعد يعني بالامور الفنيه، انت اليوم لاعب بديل صنع وسجل وصنع الفارق داخل الملعب. زين، اللاعب لم يظهر بمستواه، شنو تتمنى يظهر افضل؟ على الفرصه اللي سنحت له كنت اتمنى انه بشار يثبت للعالم ككل حتى ذا شوط، يثبت للعالم انه المدرب احق من جميع الناس اللي يتكلمون عليه حاليا. زين، كابتن افضل لاعب المباراه؟ علي جاسم. لاعب لم يظهر بمستواه؟ أمير العماري. أمير العماري، شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء، شكرا موصول لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله.